صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير مع قناتكم قناة الملكة والأمير. إن كنت في مصر نقول لك صباح أو مساء أو الدول الأخرى. شاهد من جديد إشهار إسلام لفتاة مسيحية تشعل الأمور من جديد. إزاي الكلام ده؟ الحقيقة أصبح التركيز على المسيحية أكتر من التركيز إن إحنا إزاي نوصل لربنا. الناس بقت مركزة مع نفسها وحاجات غريبة، ولما بنيجي نتكلم الناس بتزعل مننا. يقول لك هو أنت فاكر نفسك مين؟ هو انت فاكر نفسك ايه؟ هو انت بتقرا لنا مقالة؟ انت مش عارف ايه، فاشل وشتيمة وقلة ادب. يا اما اقبل ان ديني يتهان، يا اما اقبل واسكت بالموافقة على الاهانة والجرح. لكن طبعا عمر ما حد هيقبل ابدا بالكلام ده. لكن دي نشر الشاب المسلم محمد رياض سرور، اللي كان سخر صفحاته، خلى صفحات كلها مسخرة وقناته على اليوتيوب لمهاجمة الديانة المسيحية دون أن يوجه له أحد تهمة استدراء الأديان، وكأن هذه التهمة قد خرجت للنور لمعاقبة أي شاب مسيحي يتحدث في أمور الأديان الأخرى. نشر صورة لشهادة إسلام فتاة مسيحية حيث قال: أختنا عزيزة هي المسيحية رقم 347 لهذا العام، تترك المسيحية وتعتنق الإسلام. بدأت إجراءاتها القانونية مع المحامي المسيحي سابقا والمسلم حاليا باسم سليمان، مؤكدا بأنه قريبا ستنتهي إجراءاتها القانونية ويتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بها. إلى هنا انتهى كلام محمد رياض سرور، ليدخل الوطن بأكمله في دوامة يومية جديدة، وهي قيام المجموعات والصفحات المسيحية بنشر صور لفتاة أو سيدة مختفية، ويتم تدشين حملة للمطالبة بعودتها. ثم تخرج الفتاة بعد ذلك في مقطع فيديو تؤكد بأنها قامت بإشهار إسلامها. فإلى متى يستمر هذا الأمر؟ ومتى ينتهي؟ وتبدأ الدولة في وضع قوانين سليمة وصارمة تطبق على الجميع في حالة رغبة أي شخص من أي دين تغيير دينه. الجدير بالذكر أن الشاب القبطي المعروف باسم نسيم عبد النور كتب مقالا تحت مسمى عروس النيل القبطية، فتح من خلاله ملف أسلمة القبطيات بشكل جريء لوضع حد لهذه المهزلة التي ترهن الوطن بأكمله، وهو ما هو من تفاصيل ما كتبه. عروس النيل هي أسطورة مصرية تقول بأنه في عيد وفاء النيل كان المصريون القدماء يلقون بعروس من أجمل البنات في النيل كقربان كي يفيض النيل، ولا يوجد دليل أسرى أحد يؤيد وجود عادة إلقاء فتاة في نهر النيل، ولو كان موجودا بالفعل لذكر ضمن مراسم جميع الأعياد المصرية القديمة، ولكنه لم يذكر في التاريخ المصري تقديم المصريين قرابين بشرية. وقد تفشت للأونة الأخيرة ظاهرة التطاول على الكنيسة وعلى الأقباط المسيحيين، وبخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا اختطاف الأقباط والقبطيات بغض النظر عن عمرهم أو سنهم قد إيه، فمنهم الأطفال والشباب وحتى المتزوجات منهن ولديهم أطفال وعائلات. وتجددت قصة أسطورة عروس النيل الفرعونية، بل تحولت إلى عروس النيل القطية، وأصبحت حقيقة مجتمعية مصرية في وقتنا الحاضر بعد أن كانت أسطورة فبالعالم القديم. وعلى الأقباط المسيحيين أن يلقوا بأجمل وأغلى ما يعز عندهم من فلذات كبدهم إلى التنين وهم صاغرون لإرضائه حتى لا تقوم الفتنة، فإن ضريبة الوحدة الوطنية لا يسددها إلا الأقباط المسيحيين فقط.
بأغلى وأسمى ما عندهم، وعلى التنين الذي يقال أنه التنين الإسلامي، وهذا مسمى أنا لا أقتنع به ولا أبتلع أبدا، أن يبتلع هذا القربان عن طيب خاطر وبضمير مستريح، بداية من مؤسسة الأزهر، مرورا بإدارة الأمن الإسلامي المسمى بالوطني، إلى أصغر إنسان متأسلم في مصر. هذا كله يتم بغياب تطبيق قوانين ازدراء الأديان الذي يطبق ضد المسيحيين فقط في معظم القضايا. ونرى هنا أيضا تحول إدارة الأمن عن أعمالها الأساسية والمنوط بها من حماية المواطنين إلى حماية الدين بعينه وجماعات معينة، وقهر وذل كل إنسان آخر يطالب بحقه في حمايته من تلك الجماعات المتطرفة والمعروفة بعناصرها لدى إدارات الأمن في سائر محافظات القطر المصري. فهناك عناصر إرهابية محسوبة على إدارات الأمن تقوم بإرهاب وترويع الأقباط المسيحيين من أهالي المخطوفات وتعذيبهم وترويعهم والتنكيل بهم وهم وأقاربهم إذا رفعوا صوتهم وطلبوا بحقوقهم. هذا الكلام أيضا أنا لا أعتقد أنه حقيقي بنسبة كبيرة. ومنهم أيضا في أقسام الشرطة من يقوم بتبديل المحاضر إلى ما يوافقهم وينصر دين الله، إنهم ينظرون إليها على أنها معركة مع الكفار على دين الحق، ولابد أن ينصروا دين الله حتى ولو بالتدليس أو الكذب أو الغش. وهل هذا حقا وعقلا أنه بعد اختفاء القبطي أو القبطية المسيحيين بساعتين أن يعلن عن قبول هذا الشخص دين آخر غير الذي تربى عليه كل سنوات عمره؟ ونرى هنا اختزال للدين الإسلامي في دقيقتين بعبارتين يرددهم المختطف، ثم بعد ذلك يصبح مسلما. وبعد أن تصدر شهادة الأسلمة نرى عودة بعضهن وبعضهم وارتدادهم عن الدين الإسلامي مرة أخرى. هذا فيحد ذاته أكبر دليل على الأسلمة الجبرية بمحاولات هذه الجماعات الفاسدة التي يتزعمها هؤلاء البلطجة أو البلطجية، التي تتم عن طريق عصابات ابتزازية خارجة على القانون للحصول على الأموال ممن هم يحاولون ومن أهالي الإنسان المخطوب أو المخطوبة كنوع من الجزية، بالإضافة إلى ما يسدده هؤلاء الأقباط من جزية في صور أخرى كثيرة. يتساءل الكثيرون من الأقباط المسيحيين أين دور الكنيسة الأقليروس من هذه القضية. الكل يتوقع من الكنيسة القيام بمسؤوليتها نحو رعاياها بإصدار بيان فور اختطاف أو اختفاء أحد رعاياها مبينا الظروف والملابسات لهذا الحادث، وأيضا الجهود التي اتخذتها الكنيسة لعودة هذا الشخص إلى حظيرة الإيمان. فإنها مسؤولية روحية سيعاقب عنها روحيا كل من تقاعس وأهمل في حق أحد هؤلاء الصغار، كما يقول بولس الرسول بالإصحاح 11 من رسالته الثانية لأهل كورنثوس: من يضعف وأنا لا أضعف، من يتعثر وأنا لا ألتهب. بل على الكنيسة أن لا تهدأ إلا بعد عودة مجالس النصح والإرشادة تكلم أن أراد أن يترك المسيحية بحضور الكنيسة في كل حال على حدة. وأيضا لا تهدأ الكنيسة إلى أن يسطع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى النور. هل فترة شهر العسل بين الكنيسة والدولة انتهت هذه الأيام؟ لذلك لا نسمع بتحرك الدولة لإيقاف مثل تلك التيارات التطارية والنازية ضد الأقباط؟ أم هو رد فعل تصرف شخص أو شخصين لإهانتهم لبعض الرموز الإسلامية في دول أجنبية أوروبية؟ وما ذنب هؤلاء الأقباط المسيحيين المصريين في هذه الدولة؟ وأين هم أقباط المهجر الأحرار؟ كيف تنامون وأخواتكم وأخوانكم في مصر متكل بهم وبعضهم يقاد سبايا للأسر الإسلامي السياسي في بلدهم مصر؟ أنا أرى أن هذا المقال كله فتنة طائفية، المقال ده مش تمام. بيرجع يقول كيف تحتفلون بالأعياد وتزغرطوا بالكنائس بينما أهالي هؤلاء الضحايا من عروس النيل القبطية الغائبون يعانون الحزن والكآبة والعار والحسرة وكسرة القلب لغيابة فلذات كبدهم عنهم فجأة وبدون أي مقدمات. أليس هؤلاء أخوانكم؟ أليس هؤلاء أخواتكم؟ أليس يجب مشاركتكم ومشاركتهم في أحزانهم؟ تخيل معي الموقف لو حدث أدنى أذى ولو للطفل
أو طفل مسلم. هل ستقبل أمة الإسلامية مكتوبة الأيدي كما أنتم الآن أطالب أقباط المهجر القيام بوقفات احتجاجية قانونية محترمة ضد هذا التيار النازي التتري الذي يهدد الكيان القبطي في مصر؟ لأنكم أنتم من أمل والصوت الصارخ لهؤلاء المقهورين المضطهدين. يا حبيبي إحنا لا مضطهدين ولا مقهورين، ده مقال كله استفزاز ومقال كله كلام يعني شعل للدنيا. أبوس إيديكم، خليكم في حالكم يا أيها اللي أنتوا عايشين في دول تانية ولا فاهمين أي حاجة في التاريخ. بيقول القديس يوحنا الرائي يقول في أول آية في سفر الرؤيا أن أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبر. ماشي، هيا بنا نقوم من شدة الكسف. إبراهيم أبو الآباء لم يكن مكتوب الأيدي حينما أسر لوط ابن أخيه بل قام، بس إحنا مش مقصرين، وحارب حتى حرر ابن أخيه وأخرجه من القصر، إحنا برضو مش مقصرين. كلمات إلى أهل الضحايا لا تترك حقك مهما كلفك الأمر، لا هذا أمر كتابي ولا يضيع حق وراءه مطالب. نعم تمسك بالصلاة بإيمان، لكن لا تترك حقك القانوني أبدا مهما كلفك الأمر. أيضا يجب أن تعلم أن هذه الضحية من ابنك أو ابنتك مغررة بهم، وهم تحت ضغط وابتزاز وتهديد من جماعات إجرامية لا تعاقب بالقانون، وعليكم أن تتفهموا تلك الظروف وقبول كل من يرجع إليكم بفتح الأحضان الأبوية لهم مهما طال الأمر، وذلك كما فعل الأب مع الابن الضال. مع الفارق بأن الابن الضال لم يغرر به بالخداع بالتهديد كما هؤلاء. كلمتي للضحايا أنفسهم، تمسك بإيمانك ولا تتركه، ولا تحسب نفسك وحيدا في هذه المعركة وهذه المحنة، بل هناك من يدعمونك ويصلون من أجلك. اعلم جيدا أنها تجربة من الشيطان لك أنت بالذات، ولك أكاليل النصرة بقوة الروح القدس التي بداخلك. طالب بحقوقك مهما ضاق بك الأمر. تذكر هؤلاء القديسين الذين احتملوا كل العذابات حتى الموت، أمثال ماري جرجس وبلباتير ومركوريوس، وتذكر الأمجاد السماوية التي نالوها. باختصار، إلى الموت وسأعطيك أكليل الحياة، كن أمينا إلى الموت وسأعطيك أكليل الحياة والرؤية. الحقيقة هذا المقال كله إثارة للفتنة الطائفية، وأنا لا أوافق عليه أبدا 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 مطلقا. إحنا في مصر بلد قوية، بلد حقيقي، إن كان في بعض العناصر السلبية، وإن كانت في الشرطة في بعض العناصر السلبية، لكن لدينا رئيس قوي، لدينا دولة قوية، لدينا دولة بتمر بأزمات اقتصادية صعبة وظروف اجتماعية صعبة وغلاء ووباء كفاية علينا الحرب من الغلاء اللي احنا بنعيش فيه. ونطلب من سيدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي الوقوف بجانب الدولة، لأن أنا عارف أن الرئيس رئيس مواطنة، ونطلب من صلاة قداسة البابا تودروس، ونصلي من أجله، ونصلي من أجل الشيخ الأزهر، ونصلي من أجل المفتي الجمهورية، ونصلي من أجل إخواتنا المصريين كلهم المسلمين أحبائنا وإخواتنا. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم الخير والسعادة، وانتظر ما يحدث بالخارج من اضطهادات وحرق الكنائس وهكذا. مساء الخير احبائي واعزائي، مع قناه الملكه والامير. الهجمات على كنائس ومنازل المسيحيين اثارتها الشائعات، واعلنت الشرطه ان الهجمات على كنائس ومنازل المسيحيين اندلعت بعد إلقاء ثلاثة مسيحيين صفحات من القرآن وعند منزل شخصيين مسيحيين لتورطهما زورا بتدنيس القرآن، أثر نزاع شخصي القتال. وأفاد ثلاثة من مسؤولي الشرطة بأن المشتبه بهم الثلاثة المعتقلين اعترفوا بالتآمر وإلقاء صفحات من المصحف خارج منزل رجا أمير الذي ألقي القبض عليه وشقيقه بعد أن اتهمهم مسلمون بتدنيس المصحف الشريف. وقال مسؤول الشرطة إن العقل المدبر المشتبه به هو برويز كودو، الذي أعتقد أن أميره كان على علاقة بزوجته، وكان يعلم أن المسلمين سيستهدفون أميره إذا ألقى كودو الصفحات خارج منزله لإعطاء الانطباع بأن أميره قد دنس المصحف. وكشفوا أن الرجال الثلاثة يواجهون الآن اتهامات بالتسبب في أعمال عنف وتوريط أمير وشقيقه زورا في قضية التجديف. وتعرض ما لا يقل عن 17 كنيسة وما يقرب من 100 منزل لأضرار في الهجمات التي وقعت في 16 أغسطس في جنزويلا أو جرملولا، وهي مدينة في إقليم البنجام.
لم تقع إصابات، لكنها كانت واحدة من أكثر الهجمات تدميرا على المسيحيين في البلاد. ومنذ ذلك الحين قامت السلطات بإصلاح معظم الكنائس، ووزعت آلاف الدولارات على ما يقرب من 100 عائلة دمرت منازلهم أو تضررت. كما اعتقلت الشرطة ما يقرب من 200 مسلم لتورطهم في الهجمات بموجب قوانين التجديف الباكستانية. ويمكن الحكم بإعدام أي شخص مذنب بإهانة الإسلام. وبالرغم من أن السلطات لم تنفذ بعد عقوبة الإعدام بتهمة التجديف، فإن مجرد الاتهامات بكثير من الأحيان يمكن أن تحرض الناس على العنف وعدم والإعدام خارج نطاق القانون. نجيب جبرائيل عن مقتل أندرو قضية جنائية. قضية جنائية وليست طائفية، والمجني عليه يعول أمه وأخوته الصغار. على المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد الوطني لحقوق الإنسان عن جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شاب يدعى محمد حامد على قتل أندرو ابن منطقته بعدما سدد له أكثر من طعنة. وأضاف جبرائيل في بث مباشر عبر صفحاته الرسمية على الفيسبوك: جرائم القتل انتشرت بصورة مرعبة وتمثل خطر على المجتمع المصري. وتابع: شاب لم يبلغ من العمر 21 سنة راح ضحية غدر شاب ساكن جنبه سدد له عدة طعنات أدت إلى وفاته. والضحية هو أندرو كريم نصيب، شاب صغير لا ذنب له بيسعى لرزقه. والده متوفي وأخواته صغيرين بيسعى عشان يقدر يجيب لقمة العيش بشرف لأمه ولأخواته الصغيرين. موضحا محمد حامد المتهم، ومعرفش فيه خلاف بينهم ولا لأ، ونترك ذلك للنيابة. سدد له حامد طعنات متوالية، قطع شرايين إيده وإصابة بطعنات في جنبه، طالت الطحال والكبد والكلى، كما سدد له طعنات في صدره وتركه جثة هامدة. لافتا: المصريين كلهم رغم اللي بيحصل ما زالوا فيهم روح الوحدة، لأن شالوا أندرو وودوه المستشفى اخوات المسلمين، وهم اللي حملوا جثمان وسافروا بيه المنيا. وهنا أشيد بهؤلاء الجيران المحترمين. موضحا: الجريمة ليست طائفية بل جنائية، فالمتهم وهو بيطعنه ما كانش ساكت بل اتكلم وقال له: يا أندرو هقتلك، وكررها أكتر من مرة، يعني مصمم. وكده الجريمة متكاملة الأركان، قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. رحم الله مصر، رحمنا الله من هذه، نقول إيه بس، الجرائم السافلة. حقيقة إحباط محاولة تفجير عبوة ناسبة بكنيسة في أوغندا. أعلنت الشرطة الأوغندية الأحد أنها أحبطت هجوما بعبوة ناسبة استهدفت قدرائية في كمبالا، مؤكدة أنها اعتقلت رجلا يقف وراء الهجوم. وما قال المتحدث باسم الشرطة باتريك أونجانو أنه تم إخلاء قدرائية روباجا في العاصمة من مئات المصلين بعدما حاول رجل يحمل متفجرات تدخلها. وأضاف المتحدث للصحفيين من أمام القدرائية: لقد نفذنا تفجيرا تحت السيطرة للعبوة الناسفة التي كانت ستستخدم في الهجوم، والمصنوعة من مسامير وبطارية درجة نارية وشاحن وهاتف. وأوضح أن الشرطة تعقبت الرجل بعدما تلقت بلاغا بشأن احتمال تنفيذها هجوما على دار عبادة، مشيرا أنها عندما أوقفته وأفتشته عثرت داخل حقيبة ظاهرة على العبوة الناسفة. ولفت المتحدث إلى أن الموقوف اسمه إبراهيم كينيتو 28 سنة، أبلغ المحققين بوجود 3 متآمرين معه، مشيرا إلى أن الشرطة بصدد البحث عن هؤلاء الرجال الثلاثة لتوقيفهم. وجريها فرض توقع أمنية حول القدرية، واستعانت الشرطة بكلاب بوليسية وخبراء متفجرات لتمشيط البناء الشاسع، لكن لم يتم العثور على أي تهديد آخر. وقال كاهن الكنيسة روبرت لفرانس بريس أن الرب أنقذنا من الموت، وأضاف القس الإنجيل البارز والمعروف عنه قرب من الرئيس يوري موسيفيني أن الإرهابي كان على بعد أمتار قريبة من مدخل الكنيسة، لكن الأمن تصدى له وتم توقيفه قبل أن يتمكن من دخول الكنيسة وتفجير القنبلة. وبعد ساعات استأنف القس القداس الإلهي قائلين المصلين: اخرجوا إلى العالم واخبروهم أننا نجونا من قنبلة شديدة الانفجار. وتلقت الشرطة تحذيرا من هجوم محتمل على أماكن مأهولة بينها كنائس ومراكز تسوق حسب تقرير أمني اطلعت عليه وكالة فرانس بريس. وفي يونيو حزيران
عبر مقاتلون من القوات الديمقراطية المتحالفة منظمة متمردة تعتبر الكونغو إرهابية الحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أوغندا، حيث ذبحوا 42 شخصا من بينهم 37 تلميذا في هجوم مروع على مدرستهم، وهذا أسوأ هجوم تشهده أوغندا منذ تفجيرين مزدوجين وقع في كمبالا في 2010 وأسفر عن مقتل 76 شخص. وتبنت الهجوم انزلاق حركة الشباب الصومالية المتشددة. كل الشكر وكل الحب والتقدير والصلاة من أجل رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أجل قداسة البابا تودروس بابا بطريرك الكرازة المرقسية، ونطلب من الله أن يشفي جميع مرضانا، وأن يحقق لنا الأمال ويبعد عنا الغلاء والوباء، ويجعل الفرح في مصر من جميع الأنحاء. وأتمنى الخير والسعادة لكم كلكم جميعا. نطلب من الله المواساة من أجل والدة أندرو التي توفي نظير الطمع والجشع من الأخ حامد. نطلب من الله أن يحفظنا ويحفظ السلام والوئام في مصرنا الحبيبة. مع كل حب واعتزازي، وأرجو الاشتراك في القناة، قناة الملكة والأمير، لو أعجبكم الفيديو. شكرا لكم أحبائي وأعزائي.